صدر حديثا منشور يحمل عنوان إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب، أمازيغية صنهاجة سراري سراير نموذجا، لمؤلفه الأستاذ الكريم شريف بدك. نعم، عن دواعي تأسيس هذا الكتاب. نعم، تأليف هذا الكتاب. هذا الكتاب هذا هو يعني أول إصدار اللي كيخص الأقليات اللغوية في المغرب، لأنه كما يعلم الجميع فالأمازيغية في المغرب تم تقسيمها بشكل مغلوط إلى ثلاثة أقسام، يعني تاريفيت في الشمال، تمازيغت في الوسط، تشلحيت في الجنوب. وهذا تقسيم علمي مغلوط، لأنه ليس هناك يعني هذا التقسيم. فالتقسيم العلمي هو الإثنولساني الأمازيغية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أمازيغية صنهاجة، أمازيغية مسموضة، وأمازيغية زناتة. وهذه التعابير الثلاثة تتواجد في جميع شمال إفريقيا. مثلا نعطيكم مثال، في المنطقة ديال الريف ما كاينش هناك ما يسمى تاريفيت، الناس كيطلقوا على الأمازيغية ديالهم تمازيغت، يعني كيقولوا السوالغ تمازيغت مش السوالغ تمازيغت. هذه فيما يخص الأمازيغية ديال الناظور والبسيمة. وكاين هناك يعني أمازيغ في المنطقة ديال كتامة وديال تارديست اللي كيسميو الأمازيغية ديالهم الشلحة أو تشلحيت. وكاين أمازيغ في شفشاون في المنطقة ديال بني بوزرة اللي كيسميو الأمازيغية ديالهم تشلحيت. وهاد جوج ديال الأمازيغيات اللي هي أمازيغية صنهاجة السراير وأمازيغية غمارة غير معترف بها. دونك علاش غير معترف بها؟ لأنها أولا أقلية، فالأمازيغ ديال صنهاجة السراير العدد ديالهم يتراوح وقيلا عدد المتحدثين بالأمازيغية 100,000 نسمة، والعدد ديال المتحدثين بالأمازيغية ديال غمارة في إقليم الشاون 10,000 نسمة. دونك حنا في المغرب يعترفون فقط بالأغلبية العددية، يعني أمازيغية الريف المحصورة بين الجهة الشرقية لإقليم الحسيمة وإقليم الناظور ودائرة أكنول في إقليم تازة، هناك أكثر من 1,000,000 نسمة، دونك تم الاعتراف بهم وبتعبيرهم اللساني. تمازيغت في الأطلس تم الاعتراف فقط باللهجة ديال زايان، في حين أن آيت صغروشن وآيت وراين الذين يتحدثون اللهجة الزناتية قريبة من الريفية لم يتم الاعتراف بها. وكذلك في الجنوب الذين يتحدثون اللهجة المصمودة أو ما يسمى تشلحيت تم الاعتراف بها، وتم إقصاء لهجة صنهاجة المتاخمة للحدود بين المكون الحساني والمكون الأمازيغي، يعني في الحدود ديال الأساكن. دونك حنا من خلال هذا الكتاب نروم إلى إبراز هذه الإشكالية العويصة التي تهدد مجموعات قبلية أو مجموعات لسانية أمازيغية لم يتم الاعتراف بها. مثلا صنهاجة السراير عندما يجدون أمازيغيتهم غير معترف بها فإنهم يتخلون عنها ويتحدثون الدارجة، ومن هنا الواحد 20 عام سيتم اعتبارهم مثلا كغير ناطقين بالأمازيغية أو كعرب أو يعني إثنية أخرى. نعم، هل طرحتم هذا الإشكال على المعهد الأمازيغي؟ بطبيعة الحال المعهد الأمازيغي أحطناه علما، لأنه من خلال جمعيتنا المسلمة جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، وهي أول جمعية تدافع عن الأمازيغية ديال صنهاجة السراير في هذه المنطقة. تأسست في سنة 2012، وقد قمنا بالعديد من يعني الندوات التي تهتم بهذه الإشكالية. وكذا نصدر مجلة تدوين للأبحاث الأمازيغية والتنمية التي تعتبر أول مجلة أمازيغية متخصصة في المغرب، وقد وصلنا الحمد لله هذه السنة إلى الإصدار العدد السابع. كما أننا ننظم مهرجان بشيخ للسنة الأمازيغية الذي نحاول من خلاله يعني إعادة الاعتبار إلى الموروث الثقافي الأمازيغي الصنهاجي بصفة خاصة والمغربي بصفة عامة. كاين تثبيت وكاين ظهيرة يعني لباقي المناطق الأخرى وباقي المتتبعين شأن الأمازيغ بأن هناك أقليات أمازيغية مهمشة في المغرب لم يتم الاعتراف بها. ونحن الآن لازلنا نطالب بمطلب يعني ملح جدا، وقد عرضناه على الوزارة المختصة، وهو إدخال أمازيغية صنهاجة السراير إلى نطاق بث الإذاعة الجهوية للحسيمة، لأنه لا يعقل أن إذاعة جهوية في الحسيمة تبث بما يسمى بالتلفزيون بالدارجة ولا تبث بلهجات أو أمازيغية صنهاجة السراير التي تتواجد الإذاعة في التراب الإقليمي. وهذا إصدار هذا الكتاب هو صرخة لإيصال صوتكم بطبيعة الحال، لأنه نحن نؤمن قبل مرحلة المطالبة بالحقوق يجب أن تكون هناك يعني باز سيرتيفيك، يعني واحد أرضية علمية انطلاقا يعني من معطيات علمية وأكاديمية، من أجل أن يكون الطرح ديالنا طرح قوي وطرح يعني اللي عنده مصداقية.